أهلا بكم من جديد. تصدت المملكة العربية السعودية لأعمال العنف والإرهاب على المستويين المحلي والدولي، فحاربته محليا وشجبته وأدانته عالميا. فعلى المستوى المحلي حاربت المملكة الإرهاب من خلال خطين متوازيين، هما المعالجة الأمنية والمعالجة الوقائية. وعلى مستوى المعالجة الأمنية سطر رجال الأمن السعوديون إنجازات أمنية في التصدي لأعمال العنف والإرهاب، ونجحوا في حسم المواجهات الأمنية دون تعريض حياة المواطنين القاطنين في الأحياء التي يختبئ فيها الفئة الباغية، طبعا دون تعريض حياة هؤلاء المدنيين للخطر. فالضربات الاستباقية التي شنتها قوات الأمن السعودية أدت إلى إفشال أكثر من 95% من الهجمات الإرهابية، بعد وضع استراتيجية أمنية تمثلت في اختراق الدائرة الثانية لأصحاب الفكر الضال، وهم المتعاطفون والممولون للإرهاب الذين لا يقلون خطورة عن المنفذين للعمليات الإرهابية، فتم القبض على الكثير منهم. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع وأهميته طبعا من الرياض. معي السيد عبد المنعم المشوح، رئيس برنامج سكينة لتعزيز الوسطية ومكافحة الإرهاب. أهلا بك معنا اليوم. هكذا استراتيجية سعودية بعد ما حدث أيضا وعملية القبض المهمة اليوم، أهميتها وإلى ماذا تؤسس؟ أهلا بكم. لا شك أن عملية اليوم هي عملية نوعية، لأنها أولا كشف هذا الوكر الذي كان يفرق ويخرج الأحزمة الناسفة والمتفجرات، وثانيا هي وسط الأحياء السكنية. الجماعات الإرهابية نحن من عام 2002 و3 و4 في الأغلب أنهم في خارج المدن، في المناطق البرية، في الجبال وما إلى ذلك في الأغلب العام، وإن كانت هناك يعني محاولات للقاعدة داخل الأحياء السكنية، لكن العملية اليوم داخل الحي السكني، وهذا يرفع من صعوبة حقيقة السيطرة على هذه البيوت. هذا أولا، وثانيا يرفع من أهمية انتباه أهالي الأحياء والمجتمع. لابد أن يكون لديه وعي يعني في من حولهم من الجيران وما من يدخل ومن يخرج. فالجهات الأمنية وإن كانت تؤدي دور ضخم وكبير جدا، لمسنا آثارها الحمد لله، لكن اللي ظل المواطن هو رجل الأمن الأول. نعم، وطبعا دور المواطن مهم سيد عبد المنعم، وهكذا ويساهم في هذا الواقع الذي نعيشه. أنتم أيضا كبرنامج، برنامج السكينة اليوم، هل من ترجمة للواقع على برنامجكم؟ نحن حملة السكينة الآن سنكمل إن شاء الله السنة 12 من أدائنا في الشبكة في عالم الإنترنت. الوضع في عالم الإنترنت متغير ومتقلب، والمعطيات والمتغيرات متسارعة بشكل رهيب. لاحظنا خلال 24 ساعة الماضية تطورا وتصاعدا غريبا، إلى الآن لم نحدد يعني السبب، في الضخ الكم الهائل من المعلومات والمعارف الإرهابية من منصات داعش وغيرها من منصات القاعدة وأفرع القاعدة. نعم. على غير المعتاد، يعني ليس على غرار الستة أشهر الماضية. ما هو السبب؟ إلى الآن لم نتبين، ما زلنا ندرس هذه الحالة. حملة السكينة تتحرك في اتجاهين مهمين. الاتجاه الأول هو اتجاه المواجهة، لابد من المواجهة سواء كانت مواجهة علمية أو مواجهة نفسية اجتماعية، لابد من مواجهة هؤلاء ومحاولة فرملة يعني هذه العجلة التي تدور في داخل المجتمعات. نعم. العالمية كلها. الخط الآخر هو خط البناء والتحصين، يعني مهما كان يعني لابد أن نحصن المجتمعات، لابد أن ننشئ يعني مواد علمية، مواد فكرية، مواد نفسية، يعني تحصن شبابنا وفتياتنا من هذا الفكر الذي ينتشر بشكل كبير في آخر دراسة. كيف عملية التحصين تتم سيد عبد المنعم؟ أقول في آخر إحصائية، وهذه يعني نقطة مهمة، آخر إحصائية أمريكية يوجد، وهي إحصائية اشتغلوا عليها ستة أشهر، في اليوم الواحد 200,000 تغريدة لداعش، ولدينا نحن إحصائية 130,000 تغريدة لممنهجة تدعو للإرهاب والعنف. هذا الكم الهائل كيف نحصن أولاده؟ نحن نسبح في بحر متلاطم من المهددات، سواء من داعش وهو أحد التنظيمات، أو القاعدة أو المهددات الأخرى تهدد المجتمعات. هناك منصات للفوضى، هناك منصات للفتنة. كيف نستطيع أن نحصن؟ التحصين يبدأ حقيقة من الأسرة في البداية، هي المحور الأهم.
وهي الركيزة، الأب، الأم، الإخوة، المجتمع الصغير، هذا البيت هو المحور الأهم. لدينا كذلك المدرسة، لدينا كذلك المسجد، الشارع، البيئة كلها تكاملية تحصن. لا نقول أن الجهة الفلانية هي المسؤولة أو الجهة الفلانية هي المسؤولة فقط، لابد من التكامل، لابد من التعاون. نحن بحاجة في هذه المرحلة الصعبة، سواء في السعودية أو في المنطقة أو في العالم كله، بحاجة إلى نهضة إلى في مشاريعنا وبرامجنا، نهضة تطويرية لها حتى تحاكي ما نراه من المهددات، تنوعها. يعني الشباب الذين يذهبون، الصغار 15 و16 و20 سنة وأقل وأكثر، هؤلاء يعني لم يعاصروا القاعدة، تنظيم القاعدة، لم يعاصروا أسامة بن لادن والظواهر وغيرها، الجيل الأول ولا الجيل الثاني حتى. هم نتاج في الحقيقة لمؤثرات حديثة. ما هي هذه المؤثرات؟ هم يأتون صحيح. الآن يطول الحديث بهذا الإطار، ولكن طبعا تركيز على، يعني هي حلقة متكاملة من أجل رفع الوعي والتحصين. أنا أشكرك جزيلا عبد المنعم المشوح، رئيس برنامج سكينة لتعزيز الوسطية ومكافحة الإرهاب، على هذه المشاركة معنا من الرياض.